أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. عثر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أمس على مقبرة جماعية شرق مدينة الطبقة بمحافظة الرقة السورية، دفن فيها تنظيم داعش المئات من ضحاياه بعد أن قطع رؤوس معظمهم. وذكرت وكالة فرات الناطقة باللغة الكردية أن المقبرة تقع في منطقة صحراوية على مسافة 4 كيلومترات شرق الطبقة. وسع سلاح الجو المصري والليبي دائرة العمليات في ليبيا، حيث شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات جديدة استهدفت الجماعات الإرهابية بمنطقة الجفرة مساء الأحد، على وقع تحذيرات أمنية مصرية من احتمال استهداف الأقباط في الفترة المقبلة. أعلنت الأمم المتحدة أن السودان استقبل نحو 500,000 لاجئ من جنوب السودان منذ اندلاع أعمال العنف في جوبا عام 2013. تم تقديم المأوى والغذاء لهم في معسكرات بولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان وشرق دارفور. وقالت الخارجية السودانية أنها تلقت أمس رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة. تنوي أستراليا إرسال 30 جنديا إضافيا للانضمام إلى بعثة تدريب ومساعدة يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، لترفع بذلك إجمالي عدد جنودها هناك إلى 300 جندي، وذلك حسب ما قالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماري سبين. تعتزم الولايات المتحدة رفع مستوى أمن الطائرات بما في ذلك تشييد إجراءات فحص الأشياء المحمولة داخل المقصورة، حسب ما قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، مشيرا إلى أنه قد يتم حظر الكمبيوتر المحمول على مقصورة الركاب في كل الطائرات القادمة إلى البلاد أو المغادرة منها. قتل 150 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية وفيضانات في سريلانكا حسب ما أعلن مسؤولون، مشيرين إلى أن البلاد تواجه خطر مزيد من الانهيارات الطينية مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين. أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أداة تساعد المستخدمين على جمع التبرعات للأعمال الخيرية وغيرها من النشاطات الإنسانية. وبعد أن كانت هذه الخدمة تجريبية خلال الشهور الماضية، باتت الآن مفعلة في الولايات المتحدة و18 بلدا حول العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.